شكرا لميس، صباح الخير وإلى موجز أخبار صباح البلد. يعقد اليوم مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه الثالث لاستكمال ما قرره خلال الاجتماعين الماضيين، بجانب اقتراح تشكيل اللجان الفرعية التي سيتم إنشاؤها ضمن المحور الاجتماعي أو الاقتصادي، بالإضافة إلى وضع جدول الأعمال واختيار المقررين والمقربين المساعدين لكل لجنة. هذا وأكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن الباب مفتوح للجميع للمشاركة في جلسات الحوار الوطني. تنطلق اليوم امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بكافة نوعياتها، صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2021-2022، وتنتهي الثلاثاء 9 أغسطس المقبل. تواصل اليوم وزارة الصحة والسكان إطلاق 5 قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بمحافظات الدقهلية، الجيزة، جنوب سيناء، دمياط والغربية. هذا وأوضحت الوزارة في بيانها أن القوافل الطبية تشمل الكشف والعلاج مجانا في جميع التخصصات الطبية. أعلنت وزارة الداخلية منح زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1444 هجرية. أوضحت الداخلية أنه تم التصريح بزيارة استثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتبارا من الغد وحتى يوم الأربعاء 31 من أغسطس المقبل، على ألا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات. رياضيا، يلتقي في 6:30 مساء فريق الكرة بنادي إنبي مع نظيره المصري ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الممتاز، فيما يلتقي فريق النادي الأهلي مع منافسه المقاولون العرب في 9 مساء على استاد الجبل الأخضر ضمن مؤجلات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري. نهاية الموجز، عودة للميس وجاد.